صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. كيفك اليوم؟ تمام. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. صباح كل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون مليان كلياته بالخير وصحه. واكيد امتحانات اليوم، يمكن عند التاسع في امتحانات، بنتمنى لهم التوفيق يا رب. ولكل يلي عم يعملوا فحوصهم بنتمنى لهم التوفيق، شو ما كانت المواد، صعبه او سهله، هي مرحله ورح تمر، واكيد هن عملوا اللي عليهم. وان شاء الله كمان لاهليهم بنتمنى التوفيق، لانه الاهل هلا بيكونوا متعذبين اكثر من الطلاب. احيانا بتحسي الاهل بينضغطوا اكثر من الاولاد، واحيانا بتشوفي كيف الاهل ناطرين اولادهم على باب الامتحانات، عم يشوفوا هيك بس معالم وشهم ليتاكدوا انه هن طلعوا مناح ليرتاحوا. قديش فعليا في مسؤوليه وضغوطات على الاهالي، فاكيد يا رب هيك بنتمنى لكل الطلاب التوفيق، بنتمنى للاهالي الله لا يضيع لكم تعب اكيد. لكن كالعاده مع بدايه رحلتنا الصباحيه بنتمنى هالنهار يحمل للكل الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير لكل الناس. محطاتنا عديده ضمن رحلتنا الصباحيه لليوم، لكن كالعاده خلونا نروح لفاصل ونبتدي الرحله. يعني نور رح نروح لاولى محطاتنا، ومحطه من المحطات اللي كل الناس بتحبها او الاغلبيه بتحبها، الشوكولا. مين فينا ما بيحب الشوكولا؟ صحيح. ويمكن قطعه صغيره الصبح ممكن تغير النشاط والحيويه وتعطي طاقه، وطبعا بتعطي كثير فوائد بتغير المود. خلينا نتعرف على فوائد الشوكولا بشكل عام بالتقرير التالي. للشوكولا مذاق لذيذ يعشقه الجميع، على الرغم من المخاوف الكثيرين من زيادة الوزن، إلا أن للشوكولا المستخرج من بذور شجرة الكاكاو فوائد مذهلة. فقد ربط فريق بحثي بين الشوكولا وحالات السعادة والاستقرار الذهني وصفائه، وكشف الفريق بأن تناول الشوكولا الداكنة بتركيز عال من الكاكاو يمكن أن تعدل مستويات الإجهاد والمزاج وحتى الذاكرة أيضاً، إضافة إلى العديد من الفوائد أهمها يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الشوكولا يحتوي على سيترول النبات والفلافانول الكاكاو الذي ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك المنتظم لقطع الشوكولا قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث أشارت الأبحاث التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن استهلاك الشوكولا يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث. فعندما تتجمع الصفائح الدموية تؤدي إلى التجلط، والتي بدورها قد تسبب الأزمات القلبية، فتناول الشوكولا يعمل على الحد من هذه المشكلة، تمنع السكتة الدماغية. فقد أكدت دراسة كندية أن من يتناول الشوكولا أكثر من غيره يحد من تعرضه للسكتات الدماغية. فمكون الريسفيرترول، وهو مركب مهم في الشوكولا، مفيد للدماغ والجهاز العصبي، وأيضاً يطيل العمر. ويشير العلماء في كلية هارفارد الطبية إلى أن شرب كوبين من الشوكولا الساخنة يومياً قد يساعد على إبقاء الدماغ بصحة جيدة ومنع تراجع الذاكرة لدى كبار السن. وقال الباحثون إن الشوكولا الساخنة يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الدم بمناطق العمل في الدماغ. اليوم 15 حزيران عبر الزمن والسنين، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة على ذاكرة اليوم. بعام 1918 نهاية الحرب الأهلية في فنلندا. بعام 1957 المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية. ومن الشخصيات يلي شهد يوم 15 حزيران على ولادتها عام 1902 إريك أريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري. بعام 1916 هربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية. بعام 1479 مولد صاحبة لوحة موناليزا. بعام 1946 ديميس روسوس، مغني يوناني. وبمثل هاليوم سجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1888 فريدريش الثالث، قيصر ألمانيا.
بعام 1934 ألفريد برناو موسيقي فرنسي. هل تعلم لو اختفت الفيروسات من عالمنا سنموت بعد يوم ونصف؟ إذ إن الفيروسات تؤدي أدواراً مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل، إذ لا تسبب الغالبية العظمى من الفيروسات أمراضاً للبشر، ويسهم الكثير منها في دعم الأنظمة البيئية. هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم؟ وهل تعلم أن الشخص العادي يمشي طوال عمره مسافة تعادل المشي 5 مرات حول العالم؟ هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش حوالي شهر بدون طعام، لكنه يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء؟ هل تعلم أن أطول وادي في الكون موجود في كوكب المريخ ويطلق عليه وادي مارنيرز؟ وهل تعلم أنه بين القرن 9 و11 اخترع الصينيون البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر الجيري في ذلك الوقت؟ وهل تعلم أنه تم اختراع إشارات المرور قبل السيارات؟ كنا عم نحكي تحت الهواء عن موضوع كتير مهم اليوم بفقرتنا التربوية، تربية الطفل الوحيد. أساساً تربية الطفل اليوم في الظروف المعيشية والاقتصادية اللي عم نعيشها كتير صعبة، وخلال سنوات الحرب كمان أثرت بهي التربية، لأنه ما عاد في عوائل عايشة لحالها، عم تكون أكثر من عيلة عايشة في البيت، فعم يكون في تدخل بالتربية وأسلوب التربية، ويختلف يعني بتختلف التربية من الجيل القديم للجيل الحديث. بس اليوم رح نحكي عن الطفل الوحيد، يعني دائماً بيقولوا الطفل الوحيد مدلل عند أهله، الطفل الوحيد لأنه ممكن يكون العكس تماماً، أو بتلاقي كل العالم بده يطبق هي النظريات التربية الحديثة عليه. صحيح. ففعلياً التربية اليوم مسؤولية، وإذا طفل وحيد لسه بتكون هيك مسؤولية أكبر والضوء عليه أكثر. أكيد نور، ودائماً بيختلف الطرق، يعني في كل حدا بيحاول يعطي من تجربته بتربية الطفل الوحيد، مع أنه هي ما ممكن نسقى تجربة شخص على تجربة شخص آخر، لأنه صحيح. بالعموم بالحياة كل إنسان فينا هو ابن ظروفه وابن بيئته وابن سنته اللي ولد فيها. اليوم ممكن في ناس ولدت بعد كورونا يتم تربيتهم بشكل مختلف عن الأطفال اللي انولدوا قبل وغيرها، وكثير من الدراسات انعملت عن هذا الموضوع، أنا كيف بكافئه، هل هو رح يتحول لشخص أناني باعتبار ما في حدا بينافسه فمتعود كل شيء إلي لوحدي، قال أنا ممكن كافئه بالأمور المادية فهذا الشيء بيخليه يصير شخص اعتمادي. كتير تفاصيل ممكن نحكيها هلأ ونعرف شو الصح وشو الغلط فيها، طبعا مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمود الخالد وهو مدرب معتمد في حماية الطفل والصحة النفسية. يسعد صباحك أستاذ محمود. صباح الخير. يسعد صباحك وانت يعني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، ودائما بنسلط الضوء على مواضيع مهمة بما يخص تربية الأطفال معك. خلينا نحكي اليوم عن تربية الطفل الوحيد، يعني خلينا نحكي يمكن شو هي أبرز المشاكل اللي بيعانيها الطفل الوحيد. عم نحكي نبلش خطوة بخطوة، يعني في كتير من الناس بيكون عنده طفل ما بتعرف أساساً شو هي الخطوات الأساسية، والقصة متشعبة لأنه مش أنت اللي عم تربيه لحالك، في أكثر من عنصر للأسف عم يكون داخل معك بهي التربية. فخلينا نحكي المشاكل اللي بيعانيها من سنواته الأولى الطفل الوحيد أو الأهالي بيعانوها معهم. صباح الخير أول شيء. هلأ أول شيء بالنسبة لموضوع الطفل الوحيد تفضلتي انت، الاهل انا دائما طبعا اكيد بالنسبه لموضوع تربيه الاطفال بنرجع احنا للاساس اللي هو الاهل، يعني الاهل هن اول مشاكل الطفل الوحيد. ايش؟ لانه هن بالنهايه هن اللي ببلشوا يزرعوا فيه الشغلات السلبيه او السيئه، يعني لانه هو وحيد فهن بيخافوا عليه خوف زايد. هذا الخوف الزايد بيعمل له نوع من انواع، هذا الخوف رح ينتقل له مثل ما هن بيخافوا عليه، هذا الخوف رح ينتقل له، فهو رح يصير يعني كل حركه بده يخطيها هو خايف منها من خوف الاهل عليه. يعني بالنهايه هو ما رح يقدر يكون يتجرأ يعمل اي تصرف، اي حركه بده يعملها. ليه؟ لانه من خوف اهله عليه فهو صار خايف يعملها، فرح يصير هذا الموضوع عامل له نوع من انواع ضعف الشخصيه. ثاني شغله الاهتمام الزايد، الاهتمام الزايد من الاهل لانه وحيد فهو مقدم له كل شيء. فبالنهايه ببساطه هذا الطفل شو ما بيطلب بيتلبى، فممكن يكون معه، ممكن اولا رح يصير في معه نوع من انواع الانانيه لانه هو خلص هذا ما في منافس له،
فهو معود انه هذا كل شيء له، ما انه معود انه يشارك العابه، ما انه معود انه يشارك افكاره، ما انه معود انه يشارك اي شيء، فهو كل شيء له. اضافه الى ذلك هذا الشيء ممكن حتى على الصعيد الصحي، اليوم الطفل الوحيد لانه هو وحيد فهو شو منطره بيتلبى بسكوت شوكولا قصص حكايه، فهذا الشيء ممكن يسبب له مضار صحيه. صحيح. اليوم الطفل الوحيد بالنهايه كمان الاهل اليوم لانه وحيد ما في مين يشاركوا في الالعاب، فانت اليوم واذا كانوا الاهل عم يشتغلوا ضمن ظروف الحياه مثل ما تفضلتي بالبدايه ظروف الحياه الصعبه، صحيح. ممكن يكون الاب والام مشغولين او عم يشتغلوا فبالنهايه وما في مين يتسلى معه، فبالنهايه الايباد او الموبايل خود العاب وخود اشتغل فيه، فهذا صحيح. هي اجهزه اللوحيه مثل ما بنسميها. طيب. يعني طيب استاذ محمود، حضرتك حكيت عن فكره كثير مهمه اللي هي المشاركه. نعم. اليوم يمكن اذا ما عندنا اخوات بالبيت بما انه هو طفل وحيد فبيكون موضوع المشاركه مع الاهل صعب شوي، والاهل بيحاولوا دائما يكون دور انه نحن الشخصيه الاعتباريه فما فينا نشاركك بكل شيء لحتى ما ينكسر شوي هذا حاجز الصوره او الهاله اللي بيعملوها الاب والام. فهل بتنصح انه يكون مثلا اذا في لهم قرايبين انه نحن نخلي الولد يقضي فترة معهم من باب المشاركة أكثر لحتى نخرجه من عزلته من أنه هو وحيد، أو لا ما بتنصح؟ شو النصيحة اللي بتقدمها بهذا الموضوع بالذات؟ هلأ هو جرت العادة أصلاً أنه هو الطفل الوحيد هو اللي بيكون ممشي أهله أصلاً لأنه هو وحيد، يعني عرفتي علي شلون؟ هو شو من طلب بيمشي بده ياخذ، يعني على سبيل المثال إذا بده ينتقل من غرفة لغرفة بروح بياخذ أبوه، أبوه بيقوم بيمشي معه، عرفتي علي شلون؟ بياخذ أمه بيقوم بيمشي معه، إضافة إلى طبعاً تدخل الجد والست، الجد والجد والست وهي التفاصيل اللي هن غالباً ممكن يكون في لهم دور سلبي مؤثر على هذا الموضوع. لا كتير ضروري بالنسبة لموضوع شخصية الأب والأم تكون حاضرة، تكون حاضرة بتربية الطفل حتى لو وحيد، لازم يكون في ضوابط لتربيه الطفل الوحيد او غير الوحيد. اليوم ما في مجال انك انت تلغي هي الشخصيه لانه هو خلص، هو بالنهايه اذا انت عودته عاده انه انا شو ما بطلب بتلبى وشو ما بعمل مسامح، اذا كسرت اذا خربت يلا معلش بسيطه، اذا وقعت انا لازم اركض عليه، فبالنهايه هو خلص هو راح يصير في عنده نوع من انواع الانانيه وراح يصير في نوع من انواع استغلال هذا الموضوع انه انا يعني انا 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 وحيد انا شو ما عملت مبرر لي. فبالعكس تماما، انا اذا كنت بنصح اول نصيحه للاهالي فهو شخصيه الاب والام لازم تكون شخصيه حاضره، لازم ينحط ضوابط شو الصح وشو الغلط، شو الايجابي وشو السلبي، الايجابي انت راح تتكافئ عليه والسلبي انت راح تتعاقب عليه بالنهايه. اما بالنسبه لناحيه انخراطه مع اقرانه فهذا امر كثير ضروري. اليوم ما في شيء الطفل الوحيد اذا انت ما يعني خليته يعني يختلط مع اقرانه قطعا رح يصاب بالوحده، رح يصاب بالانعزال، ممكن هاي الوحده والانعزال ممكن تؤدي بعدين لعدوانيه، صدقيني بهذا الموضوع. فاليوم امر كثير ضروري، اليوم ما في اطفال انا لازم اخذه لعند قرايبيننا اللي عندهم اطفال من عمره، ما في قرايبين انا باخذه على الحديقه بلعبه، باخذه بمشيه بنزله يعني بنزله بفرجيه عالم فرجيه مجتمع بخليه يشوف 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 العالم، يشوف الناس، يشوف الاطفال، حتى اذا باخذه على المول على سبيل المثال او باخذه على الشارع بيشوف اطفال من عمره، بتلاقيه لما بتشوفي الطفل الوحيد اذا بيشوف اطفال من عمره بيركض عليهم حتى لو ما بيعرفهم بالشارع. صح. عرفتي علي كيف؟ فاليوم كثير ضروري كثير ضروري انك انت في حال لو كان وحيد لازم ينخرط، لازم يختلط مع اقرانه، لا يبلش يتاقلم على هذا على 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 المحيط اللي حواليه. طيب خلينا نحكي، احيانا كمان بتكون من احد صفات الطفل الوحيد يمكن وبسبب التربيه الغير صحيحه هي العدوانيه، يعني بتلاقي احيانا الطفل عدواني بيحب امتلاك الاشياء الخاصه فيه ما بيقدر يشاركها، بيكون في عنده رده فعل كثير قويه اناني، هون كيف بيتم التعامل مع هيدا الطفل؟ ونحن قلنا ببدايه حديثك استاذ انه فعليا كل الصفات او السمات اللي بيتحلى فيها الطفل هو اساسا اكتسابا من المحيط من صحيح. تربيه الاهل، فهو بيكون خطا نتج عن تربيه طبيعي. اليوم انا لما انا مأمن له كل شيء، انا هذا الطفل شو ما بيطلب بيتلبى، الالعاب له، الاكل له، الشرب له، الورق اي شيء بيطلبه هو له، فانت لما يجي حدا ما في شريك له يقاسمه عليهم كويس، فطبيعي انه انا لما اشوف انا ابن جيراننا او ابن يعني او قرايبين لنا بده يجي يشاركني بلعبتي، فطبيعي اني انا دافع عن هذا الشيء لانه هذا الشيء لي وما لازم حدا ياخذه.
فهذا هاي الانانيه رح تتحول لعدوانيه، لاني انا ممكن اضربه لانه اخذ لي اللعبه تبعتي، انا ممكن اضربه لانه اكل لي شاركني بالاكله تبعتي. تمام. وهون طبعا نرجع للاساس، دور الاهل. صحيح. انا من البدايه لازم اني انا اعلمه اولا شو يعني مشاركه، لازم صحيح. اني انا اعلمه شو يعني انه هذا الشيء يعني لك ولك ولغيرك. انا من البدايه من وقت ما يكون هو صغير، حكينا قبل شوي لما انا بدي انا ينخرط مع اقرانه من كان قرايبين ولا معارف ولا تفاصيل، فانا لازم اني انا اقعد معاهم وعلمه انه ياكل معاهم وعلمه كيف يلعب معاهم ويعطي لعبته، ومن دون اي من دون يعني مثل ما بيسموها اي ابداء اي ردود افعال. طبعا هاي القصه بتبدا من علاقتك معه. يعني على سبيل المثال اليوم انا عندي مثلا بنتي او ابني، انا بدي اعطيه الموبايل، كويس؟ فانا اول شغله لازم اعلمه اياها انه انا مثل ما اعطيتك الموبايل، ايمتى ما قلت لك هات الموبايل رح تعطيني صحيح. من البدايه اللي هو نحن الاب والام، ايمتى ما اعطيتك اللعبه على سبيل المثال خذ العبها، ايمتى ما طلبتها منك رح ترجع لي اياها، ومن غير ما تبكي ومن غير ما تنق عليها ومن غير ما تمسك فيها. هي تبدا من الاهل وتنتقل لوين؟ تنتقل بقى للاقران والمحيط. فهذا امر كثير ضروري، هذا امر كثير اعتيادي فيما لو اني انا اخطات بتربيته. الدلال الزايد هو بالنهايه رح يوصل لهذا لهي النتيجه. صحيح. يعني اكيد. طيب استاذ محمود، كثير اوقات بنسال انه نحن في عنا امور صارت معروفه للكل، انه انا لازم انتبه على تصرفاتي امام طفلي بغض النظر اذا كان طفل وحيد او لا، لازم اعرف كيف علمه شو يتصرف وكل هاي التفاصيل، ومع هيك في بعض الامور اللي بيسموها فخ اللي هي بتكون بتبين مع الاهل بسيطه ما رح تعمل مشكلة كتير، ولكن هي بتعمل مشكلة كتير كبيرة تأثيرها بالتربية. فينا نذكر بعض هاي الأمور؟ هلا نحن رح نحكيها بشكل عام، وخصوصا بالنسبة يعني بشكل عام للأطفال وبالتخصص بالنسبة للموضوع للطفل الوحيد. اليوم أنت شو بتزرع بتحصد. صحيح. الطفل الوحيد بالنهاية لازم تتعامل معه مثله مثل أي طفل لتكسبه لاحقا. أنا اليوم هذا الطفل إذا عودته إنه هو كل شيء مأمن له، فأنت عملياً أنت مبدئياً عم تمحي شخصيته، كويس؟ أنت لا عم يعني اتكالي، فهو خلص ما بقى يقوم بأي واجب من واجباته، ما بقى يعمل أي تصرف ولا يعمل أي شيء. فالطفل لازم إني أنا بلش أكلفه بمسؤوليات وبمهام ولو صغيرة. يعني أنا بقوم من تختي بلش إني أنا أعلمه كيف يرتب تخته، بعلمه كيف يغسل، بعلمه كيف يطلع يساعدني بالفطور، يطلع يسقي الزريعة على سبيل المثال. فأنا هون بلش إني أنا عم أبني له شخصيته. ليه؟ لانه انت اذا عملت غير هيك فانت مبدئيا عم تمحي له شخصيته. انا لما بخليه يطلع يلعب ويختلط مع اقرانه، بالنهايه هو بده يوقع، بده يكتسب مناعه، بده يشارك، بده يحكي، بده يلعب، بده يصرخ. انا بالنهايه اذا انا ما طلعته وخليته بالبيت لانه هو وحيدي، بالنهايه هو انت مبدئيا عم تحكم على طفلك بالانعزاليه والخجل. لانه هو بالنهايه فجاه طبغم صار عمره 3 سنين 4 سنين 5 سنين، فجاه شاف عالم رح يصير يهرب ويميل الى الوحده. ليش؟ لانه هو بحياته ما حكى مع هون، ما شاف ناس، ما حكى، ما لعب، ما صيح، ما وقع. بالنهايه انت كمان عم تحكم على ابنك بالانعزاليه والخجل. فضروري كذلك الامر الاهل من عمر صغير مباشره انك انت تطلعه تلعبه تعرفه على العالم ينخرط معهم. بالنسبه اللي حكينا عنه الانانيه، اليوم انا من البدايه بدي اعلمه انه في كل يعني هذا الشيء. على سبيل المثال الالعاب اللي انت لعبت فيها بعمر السنتين او عمر 3 سنين، اوكي، خلصت منها وهي انت ما عاد تلعبها، انت نفسك بدك تعطيها لقرايبك او معارفك خليه هو يلعب فيها. بدك تعلمه كيف انه خلص يعني انت كيف تقدم هذا الموضوع، انت ما عاد تلعب فيهم، انت اللي بدك تاخذهم لعند فلان او فلانه او تروح تتبرع فيهم. انا باخذك بروح مثلا على سبيل المثال على جمعيه او على دار ايتام او اي شيء، انت بدك تروح تتبرع بهي الاطفال وتقول له السبب انك انت هي الاطفال انك انت ما عاد لعبت فيها، في غيرك هو ما انه قادر يحقق امنيه اللعب بهي الالعاب، فانت اللي بدك تقدمها. فانا هون بكون انا عم علمه كمان ثقافه العطاء، ثقافه انك تشيل اللي ماله لازمه عندك. انا عم امحي الانانيه من عندك، شيء ما لك انت ما مستفيد منه لازم تعطيه لغيرك. نرجع للاساس، الاهل شو بتزرع وبتحصد.
أكيد، وهي نقطة كتير مهمة رح نختم فيها بعدد من النصائح، لأنه معنا بس دقيقة أستاذ. أهمية أنه الأهل مراية أولادهم، يعني كل تصرف أنا اليوم هو فيه الولد بيتعلمه مني، يعني الولد بيقول لك أنه أنت هيك، أنا بس أكبر بدي دخل لأنه أنت بتدخل. قديش مهم الأهل اليوم ينتبهوا على كل تصرفاتهم أمام أطفالهم، لأنه بالأخير هي اكتساب منهم. صحيح، حكيت لك قبل شوي نحن اليوم ما فيني أنا أطلب من ابني يجي يساعدني بأعمال البيت وهو شايفني أنا قاعد، ما فيه أبدا. ليش؟ لأنه بالنهاية أنا قاعد، أنا كأب قاعد وأنا عم أقول للأم عملي سوي وهو إلى آخره، وبعدين بقول له لازم تقوم تساعد، ما أنا نفسي ما عم أقوم. أنا اليوم الأهالي لازم لما أطلب من طفلي يشتغل شيء لازم يشوفني قدامي، لما أنا بطلب منه أنا يساهم لازم يشوفنا نحن عم نتعاون مع بعض، لما بطلب منه يكون في يعني بلش من نفسي بلش من صوت منخفض فأنا لازم يشوفني عم يحكي بصوت منخفض، لازم ما يقاطع بالحديث، لازم يشوفني أنا ما عم أقاطع الحديث. هي بالنهاية شو بيشوف الطفل بتقلد منك. أكيد. بالختام بدنا نشكرك أستاذ على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ محمود. أما هلأ نور صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي بشرة زينة. صباح الخير بشرة. صباح الخير سلمى ونور. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في اتصال هاتفي مع بدر حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها وفق تطلعات ومصالح شعبي البلدين وتوجيهات قيادتهما. المقداد عبر عن تقدير سوريا وشكرها للجهود الناجحة التي قامت وما زالت تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق التقارب وتقوية الموقف العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة والعالم. وأكد المقداد أن دور سلطنة عمان كان دائما دورا إيجابيا وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية ووحدة الصف العربي. بدوره عبر البوسعيدي عن سعادته للتطورات الإيجابية في سوريا والمنطقة، مؤكدا ثبات السلطنة على مواقفها الداعمة لسوريا في مواجهة الإرهاب وفي الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران أحدهما بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. مصادر طبية ذكرت أن فلسطينيا من مخيم العين استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، كما أصيب آخران برصاص أحدهما بحالة حرجة، إضافة إلى إصابة 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين واستهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز وأطلقت النار على أخرى. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير شاملة لدمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الروسي الموحد بحلول الأول من أيلول المقبل. وأعلن الكرملين أن ذلك من أجل ضمان التشغيل الآمن للأنظمة الجوية غير المأهولة واتخاذ التدابير الشاملة لإدماج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد لروسيا، بما في ذلك النظر في مسألة التحول الرقمي لإدارة الحركة الجوية من حيث أنظمة خدمات الحركة الجوية والملاحة والهبوط والرصد والاتصالات والتصدي للاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة. وفي الخبر الأخير، أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى تزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم حاليا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. ريابكوف أكد أن عدد الدول التي ترغب بالانضمام إلى بريكس وصل إلى ما يقارب من 20 دولة، مضيفا أن قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى المجموعة آخذة في الازدياد وعدد الدول المهتمة بالانضمام إلى هذه المجموعة في تزايد.
ختام الموجز، عودة إلى سلمى ونور لمتابعة صباحنا غير. شكرا لك بشرى ويسعد صباحك وصباح الخير عن جديد لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا بمحطتنا الصباحية. واليوم وصلنا هلأ لفقرتنا الطبية، رح نحكي فيها نور عن كمان تفاصيل بتهم كتير من الناس. أكيد سلمى، دائما بنحاول نسلط الضوء بما يخص الفقرة الطبية عن أمراض يمكن أكثر شيوعا عم نحسها أو عم نشوفها ضمن المجتمع، ومنا نقص التروية القلبية. نقص التروية القلبية قديش ممكن يأثر على القلب، على حركة الشخص، على أسلوب حياته؟ هل يعد نقص التروية القلبية مرض خطير أم ممكن التأقلم معه من خلال العلاج والاستشارة الطبية؟ كل هالأمور رح نحكي عنها مع الدكتور أحمد العايد، اختصاصي في أمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير صباح دكتور النور. أحمد، يعني خلينا بداية نعرف الناس شو المقصود بنقص التروية القلبية وأبرز يمكن المؤشرات اللي بتأدي لهي المشكلة. نقص التروية القلبية، أول شيء لنقول شو هو القلب. القلب هو عبارة عن عضلة وظيفتها ضخ الدم. هو القلب مضخة للدم، عضلة تقوم بالانقباض لتأمين ضخ الدم لكل أعضاء الجسم، لكن هي العضلة نفسها هاي بدها تروية بالدم أيضا، فبتجي شرايين بنسميها الشرايين الإكليلية بتجي للعضلة القلبية وتعطيها دم. إصابة هذه الشرايين، شرايين القلب الإكليلية، بالتضيق، هذا اللي بنعبر عنه بنقص التروية القلبية. طبعا هذا شو معناته؟ أنه الدم اللازم والكافي لعمل عضلة القلب ما عم يوصل للقلب بالشكل الصحيح والوقت الصحيح أو الكافي. طب خلينا نحكي عن أسباب نقص التروية القلبية. هل تضيقات بالشرايين بتنتج عن عوامل مختلفة اسمها عوامل الخطورة، منها السكر، منها ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، ارتفاع الضغط الشرياني، من التدخين سواء كان الدخان سيجارة أو أرجيلة، من زيادة الوزن، قلة الحركة، كلها هي اسمها عوامل خطورة. طبعا في عوامل أيضا هي عوامل وراثية ما له يد فيها. هالمرض ممكن يكتر بعائلات أكثر من عائلات، صحيح، تلاقي بصير عند الجد، عند الأب، عند الابن، وممكن يكون باكر ممكن يكون متأخر. هلأ منقول باكر إذا كان بدأ قبل 45 سنة، أما بعد هيك فبيكون عادي هذا المرض. طيب دكتور أحمد، خلينا نحكي شوي اليوم، أنا كيف بعرف أنه هاي المشكلة هي من هذا السبب؟ هل في أعراض معينة تختلف أم لا؟ نحن بشكل عام لازم اللي عنده هي عوامل الخطورة اللي حضرتك ذكرتها لازم بشكل دوري يفحص لحتى يطمن على حالته. أكيد هو الحقيقة اللي عنده هيك عوامل خطورة الفحص الدوري هو الطريقة الأفضل لكشف كل المرض. كل قد لازم يعمل تقريبا؟ حسب نوع المرض، يعني مريض السكر غير مريض الضغط غير مريض ارتفاع الكوليسترول والشحوم، كل حالة إلى تفصيلة الحقيقة. هلأ كأعراض، الحقيقة أعراض نقص التروية، العرض الرئيسي هو الألم الصدري. الألم الصدري بيجي مع أنه هو مو ألم صارخ أو حاد، عادة بيجي بشكل غصة أو عصة بسموها، أو لا، النغزة مو ألم قلبي الحقيقة، غالبا هي ألم عصبي النغزة. الألم الناخز غالبا غير قلبي. الألم القلبي هو ألم ضاغط عاصر، ممكن يكون حستقل على الصدر، برافقه عادة غثيان ممكن أو إقياء أو خدر أو تنميل باليد. بيجي جهدي عادة بنقص التروية اللي بنسميه نقص التروية العادي المستقر، بيجي على الجهد لمسافة معينة، بيمشي المريض مثلا 200 متر 300 متر، بيجي الألم، بيوقف شوي بيروح الألم، برد بكفي المشي، كمان بعد مسافة معينة ممكن يرجع له الألم. هذا بصير أكثر وضوحا على صعود الدرج، يعني بيطلع طابق أول أو ثاني مثلا حسب هو شو اعتاد المريض لتظهر الأعراض عنده. فهو الألم القلبي ألم جهدي عادة، إلا بحالات قليلة ممكن يجي على الراحة. الألم الناخز اللي بيجي بشكل نغزي بتروح وبتجي بسرعة، غالبا هذا ألم عصبي عضلي أو بنسميه من جدار الصدر أو هيكل الصدر، اللي هو الجهاز العظمي، الأضلاع، الأعصاب، العضلات، هي ممكن تعمل هيك آلام. ألم القلب لا، بيختلف شوي عن هالشيء. طيب دكتور، يعني ذكرت
عوامل الخطوره بما يخص نقص الترويه القلبيه. ودائما الموضوع لما يكون مرتبط بالقلب دائما في خوف، يعني مرتبط بالحياه او الموت نوعا ما، لانه بنعرف القلب هو مسؤول يعني الاساسي على حياه الشخص. بس لما نقول من اهم عوامل الخطوره هي السكري والضغط، وفي نسبه عاليه بالمجتمع اليوم تصاب بمرض السكري والضغط، حتى الشباب للاسف. بس خلينا نحكي شو هي يمكن المحظورات اذا بدنا نحكي عنها، اهم القصص اللي لازم ننتبه عليها اذا كان عندنا نقص ترويه قلبيه، مرض سكري او ضغط. الحقيقه مرض السكري مثل ما تفضلتي والضغط منتشر بشكل كثير للاسف كبير. بيقولوا اكثر من ثلث السكان عندهم يا ضغط او سكر أو صحيح. حتى إذا بدنا ندخل بشيء اللي اسمه ما قبل السكري، شو هي ما قبل السكري؟ هي لما تكون الأرقام، أرقام السكر ما بين الطبيعي للعتبة اللي منشخص فيها مرض السكر. فمثلا إذا قلنا عريق هو 126 السكر، هو العتبة اللي بعدها منقول أنه في ارتفاع. طيب ما بين ال 100 لل 126 هي حالة اسمها ما قبل السكري. الحقيقة تبين أنه هي حالة مهمة جدا. لو ما كان اسمه مريض السكري، ما قبل السكري مهم جدا مثل المرض بحد ذاته هو. تماما. وبشكل خطورة قلبية وعائية. ولما نعمل نخل للسكان الحقيقة بسموها نخل أو فحص عام، منكتشف أنه ثلث السكان عندهم هي الحالة، ثلث تماما، ثلث البالغين عندهم هالحالة اللي هي مو مرض صريح كامل لكن هي بداية المرض. وهي حالة تهيئ للمرض صحيح، مهمة جدا من ناحية القلبية لأنه ممكن تعمل خطورة قلبية وعائية، ممكن تعمل تضيقات بالشرايين المختلفة وخاصة بشرايين القلب. وبيدخل مريضنا بالشيء اللي بنسميه نقص التروية، الموضوع طبعاً اللي هو نقص التروية القلبية اللي بيؤدي لظهور هالأعراض وبيعيق المريض عن عمله الحقيقة، بصير لأنه هو جهدي، الأعراض القلبية صحيح. جهدية، فهو المريض ما بيعود بقى يقدر يقوم بعمله ويقوم بنشاطاته المختلفة، ممكن توصل لمراحل كتير متقدمة حتى داخل المنزل داخل البيت، ممكن يحس انه في صعوبة بالحركة او العمل او التنقل من مكان لآخر. هاي المراحل شوي متقدمة، لانه هو نقص التروية القلبية اذا ما تعالج بده يؤدي حكما وحتما لدخول المريض. طيب المحاذير المحاذير الاساسي هو انه ما ندخل بقصور قلب. مثل ما قلنا هي عضلة عم تضخ الدم، هي بحاجة للدم حتى ما نصير بحاجة لإجراءات بعدها، ممكن توصل للجراحة ببعض جراحة الأحيان، أو قسطرة توسيع الشرايين بالبالون والشبكات. فهذا أمر متاح طبعا، يعني هذا يعني هو الحل المثالي الحقيقة. أكيد دكتور، غالبا يعني أغلب المرضى مثل ما حضرتك حكيت، وعادة هاي المشاكل بتبدأ مع الأشخاص يمكن بنشوفها عن كبار السن أقل شوية من الشباب، ونمط الحياة صار يأثر فصرنا نشوفها عند ناس أقل سناً اللي هو اللي بيأكلوا كتير كذا، هاي المشاكل عم تظهر عندهم اليوم. أنا أقدمهم للأشخاص اللي هن ما قبل ما ينصابوا بالسكري أو حتى المصابين بالسكري، والشباب اللي بيعانوا من صحة شوي أو ارتفاع كوليسترول، ممكن هو يكون بيساهم بهذا الموضوع بنمط الحياة لحتى يساهموا بأنه ما ينصابوا بنقص التروية القلبية. الحقيقة مثل ما قلنا عوامل الخطورة، في ثلاث عوامل خطورة أساسية هي علاجها الحمية والحركة. ارتفاع السكر أو داء السكري، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، ارتفاع الضغط، ثلاث عوامل أساسية. هي نصيحة بكلمتين نختصرهم، أنه كل أقل وتحرك أكثر. الفكرة هي مو بس كمية الأكل، نوعية الأكل أهم. التركيز بأكلنا على الكربوهيدرات، المواد النشوية، الخبز وأشباهه مثلا، والتقليل من الخضار مثلا، هي مشكلة كتير كبيرة الحقيقة. هي الحجر الأساس بالحمية الحالية. حتى كنا نقول مقدار معين 40% أو 50% كربوهيدرات، هلأ الأكل ما عم تنقص هي الكمية صحيا. دراسات الحديثة عم تثبت أنه كل ما قللنا من الكربوهيدرات بيكون أفضل بكتير. فهو الكمية مهمة صحيح، لكن الأهم هو النوعية. فالسكريات، النشويات بشكل عام كلياتها، الدهون يجب تخفيفها، بالمقابل الإكثار من الخضار، قليل من الفاكهة أيضا، الحبوب الكاملة، الأجبان، الألبان ما في مشكلة منها، يعني هالأشياء هي الصحية. لكن مو بس موضوع الأكل، مثل ما قلنا موضوع الرياضة، المشي، الحركة،
الشيء اللي هو لايف ستايل بنسميه، طبيا بنسميه تعديل نمط الحياه. بيعرفوه زملائنا انه دائما الخط الاول بالعلاج لايف ستايل موديفيكيشن، تعديل نمط الحياه، تعديل كيف سلوكه الانسان، قد ايه بيمشي باليوم، قد ايش بياكل باليوم. النوم مثلا، هلا كل الدراسات والابحاث الحديثه عم تشير لدور النوم، فاضطرابات النوم بتؤدي لارتفاع السكر، بتؤدي لارتفاع الضغط، بتؤدي لتسرع القلب، بتؤدي لظهور اضطرابات نظم، وكل هذا بالنهايه بيدخل المريض بمشكله القلبيه. فنوعيه النوم، كميه النوم، ومدته وتوقيته، يعني نوم النهار لا يغني ابدا صحيح عن نوم الليل الحقيقه. صح. طيب دكتور، يعني ذكرت بداية حديثك كمان عن المجهود اللي بيقوم فيه الشخص، ممكن يكون في مهن يمكن ما بيصير الشخص المصاب بالسكري أو مهيئ فعليا ليكون عنده نقص تروية قلبية، ما بيصير يمتهنه، يعني ما بيصير يبذل مجهود كتير كبير. الحقيقة سؤال مهم كتير، لأنه بدي بس نوه لفكرة، نحن ربطنا الألم القلبي بالجهد، مو هو الجهد اللي بيعمل مرض القلب، هو يظهر مرض القلب. فهلا الانسان اللي ما عنده مرض بقلبه فما في مشكله ابدا من قيامه باي عمل باي جهد، بالعكس مثل ما قلنا الرياضه مفيده طبعا، فما في مشكله هي من هالناحيه. مريض السكر، مريض الضغط، مريض ارتفاع الكوليسترول والشحوم مثلا، هي علاج اساسي هو الرياضه. لكن هي لما تصير المشكله، لما يصير نقص ترويه قلبيه، يصير تضيق شرايين، الرياضة أو الجهد بشكل عام بصير يظهر الأعراض، بصير يظهر أعراض القلب اللي هي موجودة، تضيق موجود داخل الشرايين. لكن أثناء الراحة مثلا سرعة القلب 60 أو 70 فما رح يظهر الأعراض. صحيح. أثناء الجهد بتصير 100 110 120 ممكن أكثر، وقتها بتظهر الأعراض الصريحة. ممكن حتى الفحص أثناء الراحة يكون طبيعي، فبنلجأ لشيء اسمه اختبار جهد، بنعرض مريضنا للجهد، وأثناء قيامه بالجهد بنخطط له القلب، بنراقب له القلب لحظة بلحظة. فوجود مشكلة بيظهر أثناء الجهد، فإذا قلنا اختبار جهد إيجابي معناته في مرض، طلع في مرض عنا، أثبت الاختبار الجهد أنه في تضيق بشرايين القلب مثلا، هذا أكيد بدنا نبعته مباشرة للقسطرة القلبية، واحتمال نعمل له توسيع شرايين بالبالون والشبكات. طيب دكتور، يعني هلا حاليا صرنا عم نشوف يعني جزء من النمط الحياه الجديد اللي هي الشغلات الالكترونيه اللي موجوده، ان كان على الموبايل او على الساعات، اللي بتقيس عدد دقات القلب، بتقيس الاكسجه، بتقيس وبتعطي ارقام شوي يعني شبه دقيقه، ما رح اقول دقيقه 100% مثل العياده عند حضرتك. خلينا نقول اليوم، هل في معدل طبيعي انا ممكن اشوفه مثلا اقول لا هي المؤشر معناته انا لازم راجع طبيب، دقات القلب عاليه، هذا المجهود، يعني مثلا واحد مشي بقدر اخذ شو الوضعيه اللي بقدر اقيس فيها واقول لا هذا صح وهذا غلط؟ حسب شده المجهود، انسان عم يمشي براحته على 100 مهله ما راح يتسرع قلبه، ما لازم يتسرع قلبه. لكن لما بيكون في سرعه اكثر او في جهد اكبر او في مشي بمنحدر للاعلى مثلا بطريق صعود مثلا او طلع الدراج، بده يتسرع القلب اكيد. على فكره هذا يعني باختبار الجهد نحن بنحطه على تريدميل، ببلش بشكل مستقيم او افقي، بعدين بصير يرتفع شوي شوي مشان يزيد الجهد ويتسرع القلب تبعا لهالجهد هذا. فهي الديفايس او الادوات هي كلها اللي بيستخدموها الناس لمراقبه النبض، اوكي بتعطينا مؤشر. وسطيا هو بالسبعينات نبض القلب، 70 ضربه بالدقيقه بوضعيه الراحه لكل الاشخاص، لكل الناس، هذا وسطيا. كل ما كان اصغر عمرا، عند الاطفال، عند الولدان المواليد الجدد بيكون اعلى النبض، عند الكبار شوي بيميل للبطء اكثر مثلا. هذا الوسط، يعني أقول كلمة وسط يعني من كذا إلى كذا. هلأ هو القيمة الدقيقة لنبض القلب من 60 ل 100، لكن هو الوسطيا حوالي 70 بيكون حالة الوسطية. أثناء الجهد طبعا بده يعلى، وهذا الشيء طبيعي يعلى، وهو لازم يعلى على فكرة. يعني هلأ أثناء الجهد، هلأ إذا في جهاز عم يتمرن عليه الإنسان، في سنسور بيحطوه مشان يشوف النبض طبعا قد ايه صار، ليه شو فائدته؟ لانه اذا ما زاد النبض معناته ما عمل الرياضه المطلوبه. يعني اذا ما طالع على الجهاز وبسرعه كثير منخفضه او بسيطه، وسرعه قلبه 70 ضل 70 او صارت بس 80، معناته ما صار شيء، لسه ما عملنا شيء. فلازم يزيد جهده لحتى يسرع قلبه.
بس قديش يسرع قلبه هون بقى كل عمر كل مريض كل هذا له مواصفات معينه او طريقه معينه لهالموضوع هذا. هلا نحن اجمالا بنقول 220 ناقص العمر، يعني مثلا 40 مسموح لل 180 اثناء الجهد الاقصى مثلا، اللي عمره 60 اقل 220 ناقص إيه هذا الحد الاعلى بناخذ منه 85% مشان ما ندخل الناس بمعادلات شوي رياضيه هي بنحسبها نحن آليا. لا لانه احيانا سمعنا عن حالات مثلا رياضيين اكيد فقدوا حياتهم بسبب بذل الجهد المضاعف، يعني صحيح. صار مع استشاء القلب وصار حاله وفاه فوريه بسبب المجهود المضاعف واللي منه معيار اساسي. بس كمان في زملاء كانوا بنفس اللعبه وما صابهم شيء. المشكله وين بتكون؟ اما وجود مرض كامن عند هذا الانسان غير واضح غير مشخص ومو عامل فحوصاته، او الحاله الثانيه اللي هي اخطر تناول المريض للمنشطات او الهرمونات او هالاشياء. هي حاله اخطر، هي اللي بنشوفها كثير عند الرياضيين وبنسمع عنها، وهي بتؤدي للمشاكل. الامراض الكامنه ممكن تكون موجوده، قد تكون خلقيه وما حس عليها الانسان، فاثناء الجهد العالي مثلا اثناء الرياضات التنافسيه، اكثر شيء بكره القدم مثلا رياضات تنافسيه شديده مطلوب منه سرعه عاليه جدا جدا بوقت كثير قصير، ضغط نفسي وضغط نفسي ذهني وكل شيء، فهذا هي رياضات تنافسيه ذات خطوره عاليه، مثل مثلا ضخامه العضله القلبيه، اعتلال عضله قلبيه ضخامه ساد، هذا بيولد معه المرض وممكن ما يتشخص الا على كبر. هذول الامراض الخلقيه الصامته يعني اي طبعا ممكن يكون صامت، ممكن ما يكون له اعراض ابدا. شذوذات منشا الشرايين الاكليليه، يعني الشرايين اللي عم نحكي عنها اللي بتعمل نقص ترويه اذا تضيقت ممكن يكون في شذوذات خلقيه، وياما بنكون عم نعمل قسطره قلبيه لمريض مثلا عمره 40 او 50 سنه بنتفاجئ انه الشرايين ذات منشا شاذ، يعني مو طبيعيه بتموضعها باماكن وجودها خلقيا هذا الامر. ممكن ما يعطي اعراض الا على كبر او بمرحله معينه. ممكن الشرايين الاكليليه تمر بشكل شاذ بين شريانين كبار هو الابهر والرئوي، واثناء الجهد العالي ينضغط بقوه ويسكر ويصير توقف قلب عند المريض. ففي اسباب كثيره. هلا الحقيقه هو الرياضيين نحن مع الرياضه اكيد ونشجع الرياضه، لكن ايضا بنطالبهم بالكشف الدوري وبمراقبة القلب عندهم لحتى نضمن سلامتهم ويضلوا عم يمارسوا الرياضة. صحيح، لأنه الرياضة حياة بالأساس. صحيح عطاهم. أكيد. دكتور قبل ما نختم، شو أبرز العلاجات اللي عم بيتم تناولها لحل هاي المشكلة؟ إضافة حكينا نحن عن النمط الصحي والأمور اللي بيقدر يعملها المريض من نفسه ولازم يعملها بشكل عام. الحقيقة هلأ يعني التطور اللي صار حول العالم كله هو بالقسطرة القلبية والتداخلات عن طريق القسطرة. القسطرة هي عبارة عن دخول بإبرة، مجرد إبرة يعني للشريان، سواء الكعبري أو الفخذي. الكعبري له مواد والفخذي له مواد الخاصة فيه. بندخل لشرايين القلب بنصورها وبنشوف إذا في تضيق أو لا، تخدير موضعي مو عن مريض صحيان. وإذا كان في تضيق عن طريق نفس القسطرة وبنفس الأسلوب ممكن نوسع الشرايين بالبالون والشبكات وبرجع تدفق الدم طبيعي ضمن شرايين القلب. هذا الحل الجذري خليني اقول او المثالي. بس الالتزام مع النصائح يمكن ومحاذير بيقوم فيها الطبيب الاطلاع على المريض. أكيد يعني هي نقطه كثير مهمه، لانه احيانا بنسمع حدا رجع عمل قسطره مره واثنين وثلاثه لانه يمكن ما في التزام، ما في التزام، بيعمل عمليه قلب مفتوح احيانا بظن حاله رجع طبيعي فبيرجع بيدخن او بيهمل السكر بيهمل الضغط بيهمل الحميه بيرجع يصاب من اول وجديد. طبعا للاسف، لانه هذا الكلام التوصيات العامه خلينا شو نقول التوصيات العامه يعني فيه. مثلا الحميه المضبوطه، الاكل الصحي اللي حكينا عنه قبل شوي، مثلا الحركه، الرياضه. بس ما بدها تكون شغله، نحن مشكلتنا بنقول للناس العبوا رياضه بيسجلوا بالجيم شهر شهرين وبعدين بينسوا الموضوع. صح. الحقيقه هي لايف ستايل، نمط حياه. صحيح. اذا ما كان نمط الحياه تعدل ما بنستفيد من شهر او شهرين. طبعا فهي شغله مهمه جدا، ممكن ترجع تتفاقم اكثر طبعًا. يعني الجسم بس يتعود على شيء ونرجع نسحبه منه. وكثير مهم موضوع ايقاف التدخين سواء الكثير او القليل، حتى السلبي عم يركزوا هلا على التدخين للأسف السلبي. يعني في ازدياد دائما بنحكي عن اهميه انه اليوم ترك التدخين وقديش له اثار سلبيه، ويمكن هو المسبب الرئيسي لجميع امراض القلب، ومع ذلك عم نشوف اعمار صغيره منتشره امام الاهالي عند المؤسف جدا الحقيقه. للاسف صبايا لسه ما تموا العشرين، يعني الارجيله يوميا وممكن عده مرات، الحقيقة كتير خطر، وعم نشوف حالات عند الشباب ناتج عن هذا الموضوع.
تضيقات بالشرايين الإكليلية المروية لعضلة القلب، ونحط لهم شبكات تخيلوا بعمر 20 مثلا أو 18 أو يعني شيء غريب جدا. سابقا ما كنا نشوف الأمراض إلا صح عند واحد عمره 60 أو 70 سنة، هلأ بالعشرينات أو الثلاثينات عم نشوفها. إضافة للملوثات اللي موجودة اللي هي عم بتساعد. بالضبط، هي المشكلة بيربطوا الدخان بالتوتر، بس الحقيقة إذا توتر رح يدخن وإذا انبسط رح يدخن، فهو الحقيقة يعني ما له علاقة الموضوع يعني أنه هو أنه لأنه أنا متوتر بدي دخن، لا وإذا انبسطت رح هي عادة وليس حالة نفسية. فلازم الحقيقة نكون حريصين على تركها، ومثل ما قلنا حتى التدخين السلبي وهي يعني كتراني كتير الحقيقة، بيكون فرد أو اثنين بالعائلة بيجتمعوا يعني خمسة ستة الكل صار اسمه مدخن، طبعا إذا كان يومي هذا الأمر مو قضية صدفة مثلا صحيح، بس إذا كان بشكل يومي بالبيت أو بمكان عمل فالتدخين السلبي له نفس الأذى ونفس الضرر للتدخين الإيجابي. أكيد أكيد يعني. بالختام بدنا نشكرك الدكتور أحمد العاية، دائما معك معلومات جديدة ومفيدة طبيا أخصائي بأمراض القلب والقسطرة القلبية. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور ولكل النصائح تقدم لنا إياها بالعافية. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. أما هلأ نور رح نروح لريف حما تحديدا ومدينة السلمية ونشاط لفريق ألوان قاموا فيه طبعا للأطفال يلي تعرضوا لزلزال. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا محيدي. بينما تتردد ضحكات الأطفال بصوت عال تتزايد الأصوات الموسيقية لتملأ المكان فرحا ومحبة. فمن هذا المكان ينظم فريق ألوان التطوعي في مدينة السلمية نشاطا ترفيهيا ودعما للأطفال الذين تأثروا بفعل الزلزال. فريق ألوان التطوعي قام بمبادرة نحن أقوى من الزلزال، بلشت تماما بعد حدوث الزلزال، هدفها تخفيف التوتر عن أطفالنا والتوعية عن طريق المسرح. اليوم نشاطنا هو نشاط دعم نفسي للأطفال وللأهالي بعد الشيء اللي صار معنا بالزلزال وآثاره وأضراره النفسية علينا. نحن حبينا نعمل هاي المبادرة اللي هي مبادرة معاً ضد الزلزال. هاي المبادرة بتهدف لأنه إحنا نعمل أنشطة طوعوية للأهالي. نحن وصلنا لمنطقة المنطار، هون المنطقة صار فيها شوي هيك كان وقع الزلزال كبير، حبينا نرسم الضحكة على وجوه الأطفال وهلأ عم نرسم لهم ونحتفل نحن وياهم كمان تقريباً بانتهاء الفصل الدراسي. البرامج المتنوعة للنشاط تتضمن الموسيقى والرسم والمسرح، حيث تساعد الأطفال على تحويل التجربة السيئة للزلزال إلى ذكريات جديدة ممتعة. بالإضافة إلى ذلك تقوم مؤسسة الأغاخان للخدمات الصحية بتقديم الدعم الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة للأهالي. مشكورين مؤسسة الأغاخان على الخدمات اللي عم يقدموها لنا وبشكل مجاني، يعني حاليا أغلب السكر ضغط خضاب حاليا كمان عم يقدموه مجانا، يعني هذا الشيء أغلبيتنا بعاسته. يعني أولادنا كتير استفادوا وهيك انبسطوا إنه كان نشاط كتير حلو. النشاط كتير مهم، نطالب شان أولادنا يعني يكون هيك شغلة مميزة، انتم عم تتعاملوا مع اطفالنا كثير يعني شيء حلو، اولادنا كثير مبسوطين بهالشيء ونحن بنطالب انه يكون على طول فيك شغله. هلا هي الانشطه كثير كويسه بكل فتره وهيك انه نحن متابعينها، بتنمي مهارات الاطفال، وغير هيك انه هي بسبب هيك الظروف انه هي خلت كثير اطفال هيك ينبسطوا. تهدف هذه الانشطه الى مساعده الاطفال الذين تضرروا جراء الزلزال على تخطي المرحله الصعبه واستعاده الحياه والامل. محي الدين فهد للاخباريات السورية محافظة حماة. سلمى، يمكن حكينا ببداية رحلتنا الصباحية أنه نحن بنتمنى فعليا التوفيق لكل طلاب السوريين الشهادتين الإعدادية والثانوية، لكن بمادتنا لليوم 13 طالب من جرحى الوطن عم يقدموا الشهادة التعليمية الأساسية. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلتنا باللاذقية علا ناصر. ميدان جديد ل13 طالبا من جرحى الوطن، وخطوة تلو الأخرى لتحقيق النجاح عبر خوضهم غمار العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في مركز الشهيد جميل سلمان مصري الامتحاني باللاذقية. اليوم موجودين نحن بمركز الامتحان المركز الصحي، نحن مكفئين كمان بالتعليم، وبإذن الله السنة الجاي كمان رح نقدم بكالوريا. بتشكر كتير فريق جريح وطن اللي دعمنا وقدمنا كل التسهيلات ومادة التعليم بكل شيء بالتقوي كمان. الحمد لله يعني
ما قدرنا نحن نكفي انه باخواتنا بالسلاح على الجبهات، اليوم عم نكفي بالعلم والنور. الله يعطيهم الف عافيه يا رب. الانسات والاساتذه مشروع جريح وطن والانسي ما قصرت معنا، وانتم الله يقويكم. الحمد لله كانت اليوم الاسئله كثير سهله وكتبنا بكل اريحيه، والحمد لله امورنا تمام. الحمد لله اراده قوي، نحن على ارض المعركه كانت قوي، وهلا قوينا اكثر بهالاصابه. هالاصابه امتدينا قوي منكم، والحمد لله رب العالمين. الله يدم لنا السيد الرئيس ويدم لنا السيد الاولى يا رب. والحمد لله المعنويات عالية والأسئلة كانت كتير سهلة الحمد لله، والإرادة قوية. مشروع جريح وطن كمان الأساتذة ما قصروا، إرادتنا قوية الحمد لله، ولما نشوف حالنا عاجزين يعني الحمد لله رب العالمين، هاي نعمة كبيرة. نشكر جريح وطن على القوة اللي أعطانا إياها والمعنويات. مديرية تربية اللاذقية تخصص هذا المركز لجرح الوطن وللحالة الصحية الخاصة. اليوم متواجدين بالمركز الصحي بإحدى مواد امتحانات التعليم الأساسي. المركز الصحي مثل ما بتعرفوا موجود في محافظة اللاذقية لاستقطاب جميع الحالات الخاصة من ذوي الإعاقة أو الأعمال الجراحية التي تحدث مع أبنائنا الطلاب خلال الامتحان أو ما قبل الامتحان، وأيضا تستقطب جرح الوطن اللي عددهم 13 جريح وطن موجودين في المركز الصحي. يوميا نحن موجودين ويوجد حالات تستدعي وجودنا، ونحن على أهبة الاستعداد ومعنا الأدوية اللازمة، منها حالات نفسية ومنها حالات صحية، ونحن موجودين دائما خلال فترة الامتحان وخارج فترة الامتحان لاستقطاب هذه الحالات. تسير العملية الامتحانية في ظل أجواء طبيعية وهادئة ملؤها الإرادة التي يتسلح بها جرح الوطن لمتابعة التحصيل العلمي والمضي قدما على طريق النجاح والإسهام في بناء المجتمع. وصلنا لختام مساحاتنا الصباحية لليوم نور، ورح نكون مع محطة كتير مهمة واللي هي الحساب الذهني، وهو يعتبر أهم المهارات التي يجب أن ننميها عند الأطفال بغض النظر عن سنهم وبأي عمر، لأنه هي فعليا مو بس مجرد حسابات ذهنية أو رقمية بيقوم فيها الطفل أو المتدرب، بالعكس هي بتدخل على كل تفكيره وبتغير له طريقة تفكيره ونهجه بالحياة ونهجه التعليمي بشكل عام. لهيك تكتسب الحساب الذهني يكتسب أهمية كبيرة ويجب تنميتها. رح نتعرف أكثر اليوم على مزاياها وطرق تنميتها وتدريب الأطفال من أعمار مختلفة عليها وغيرها أيضا من التفاصيل اللي رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو المدربة الأستاذة رشا برهوم، وهي مدربة حساب ذهني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني بالآونة الأخيرة انتشر كثير الحساب الذهني، وخصوصا في المدارس وعند طلاب وإقامة المسابقات للحساب الذهني، بس دائما بيتم ربط بين الحساب الذهني والعمليات الحسابية ومادة الرياضيات. خلينا نعرف للناس بالبداية شو هو الحساب الذهني. كثير أحيانا ممكن يخلق طفل بملكات عقلية خاصة رب العالمين بينعم عليه فيها، قيام بعمليات حسابية سريعة، ممكن عمليات ضرب وقسمة بأعمار صغيرة. فالأهل بيتساءلوا أنه أنا ممكن أوصل بابني لا يملك هذه القدرة العقلية لهذا المستوى؟ أكيد أنا فيني بوصل بابني لهذا المستوى. ليش؟ لأنه الحساب الذهني هو عبارة عن مهارة عقلية يتم إدراكها من قبل الطفل وفق برنامج تدريبي ممنهج، يصل بالطفل إلى مرحلة يقوم فيها بعمليات حسابية كبيرة كجمع وضرب وقسمة وطرح، وذلك دون القيام أو اللجوء إلى الآلات الحاسبة أو الورقة والقلم. طيب بالعادة نحن لما بنسمع عن الحساب الذهني بنقول أنه كيف الطفل بده يعمل كل هالعمليات الحسابية ومن دون استخدام أدوات أحيانا؟ لهيك خلينا نسأل عن الاستراتيجيات اللي بتتبعوها بداية مع الأطفال لنوصل لمرحلة جيدة من الحساب الذهني. هلا نحن بتعليم الحساب الذهني في عنا 3 استراتيجيات بنعتمدهم، بس هي الاستراتيجيات نحن بنعطيهم وفق تسلسل منطقي، يعني انه بالنسبه للطفل اول شيء بنبدا بالاقل صعوبه هو الاباكوس او المعداد. معداد الحساب الذهني بنعرف الاطفال على معداد الحساب الذهني، مما يتالف الحساب الذهني، كيف يمكن ان اتعامل مع هذا المعداد باصابع، لانه هناك طريقة معينة خاصة للتعامل مع المعداد ومع الخرزات. ما الفرق بين الخرزات العلوية؟ ما الفرق بين الخرزات السفلية؟ كيف أنا أقوم بعملية حسابية على هذا المعداد؟ بعد التمكن من المعداد
والقيام بالعديد من العمليات الحسابية عليه، ننطلق إلى استراتيجية الأصابع. نقوم بعمليات حسابية على الأصابع تشمل الآحاد، عمليات حسابية بالآحاد، عمليات حسابية بالآحاد والعشرات، ونعرف الطفل أن اليد اليمنى هي للآحاد واليد اليسرى هي للعشرات. وبعد التمكن من هذه الاستراتيجية ننطلق ونوجه طاقات الطفل إلى الخيال، وهي الطاقة الأسمى بالنسبة لبرنامج الحساب الذهني كبرنامج عقلي أو مهارات عقلية للطفل. الخيال عندما يقوم به الطفل فأنا وصلت به إلى الهدف الأسمى، لأن الطفل بمقدوره أو بفهمه للأمور أن الخيال صعب وكذا وهيك، لكن التدريب الممنهج والمتواصل وبمساعدة الأهل، لأن ذلك يعتمد على الأهل والمدرب بنفس المستوى، يتوصل الطفل إلى القيام بعمليات حسابية ليجد نفسه بالخيال أقوى من الأبقوس وأقوى من الأصابع، وتحمل له هذه العمليات متعة وحماس في إجراء العمليات الحسابية. طيب خلينا نحكي عن المهارات اللي بيطورها الحساب الذهني عند الطفل، شو هي أهم المهارات؟ هلا في عنا المهارات بتشتمل على عدة جوانب، المهارات العقلية والمهارات الجسدية أو المهارات النفسية. فالمهارات العقلية ممكن ينمي الحساب الذهني الإدراك عند الطفل، الفهم والاستيعاب، ممكن يعمل على تقوية التركيز، يمكن يصبح لدى الطفل القدرة على الدراسة بنظرة شمولية ونظرة أوضح وبتركيز متناغم مع دراسته، وبالتالي يصبح لديه ثقة بالنفس، ينمي الثقة بنفس الطفل وينمي القدرات العقلية والطاقات الخيالية لدى الطفل والطاقات الإبداعية لدى الطفل. طيب أستاذة رشا، خلينا نعرف كمان، هل بيساهم تعلم الحساب الذهني بعلاج صعوبات التعلم عند الأطفال؟ يعني نحن بنعرف أنه جزء من علاجهم هو التعليم التفاعلي بشكل عام، فهل يعتبر الحساب الذهني جزء أيضا من حل هاي المشكلة عند الأطفال؟ طبعا نحن وقت نعلم الطفل الحساب الذهني نحن عم نستخدم استراتيجيات بالإضافة إلى وسائل أساليب يعني المدرب بده يحاول انه ينوع بين اسلوب الالقاء، التفاعل، التشارك مع الطفل بصنع المعلومه والوصول الى الهدف، ممكن صنع العاب مع الطفل، وبالتالي فالحالات التي تشتمل صعوبات تعلم مثل قله التركيز، قله الانتباه عند بعض الاطفال، البطء، ممكن الشرود اثناء الدراسه، ف هاي العمليات الحسابية اللي عم نعملها مع الطفل بالحساب الذهني يعمل على معالجة هذه الحالات، فيصبح الطفل أسرع بالعمليات الحسابية، لديه ثقة بنفسه عالية تقضي على الخجل، تقضي على الحالات التي في هناك أطفال يعرفون الجواب ولا يستطيعون القيام. ليش؟ صحيح. لأنه في عندهم حاجز بينه وبين الطفل. العمليات الحسابية أو الحساب الذهني نقضي على الحاجز بين الطفل والمدرب، وبالتالي يصبح الطفل لديه ثقة عالية بنفسه نتيجة حله لهذه العمليات الحسابية التي يجدها صعبة، فيقول بإمكاني صنع المستحيل بعد هذه العمليات، فيصبح لديه طاقات إيجابية عالية، وبالتالي إصرار وتفاؤل أكثر للوصول إلى الأفضل. يمكن كل الأمهات اللي عم يتابعونا دائما بيحبوا يشوفوا شيء مميز عند أطفالهم، فلأي أم يعني اليوم حابة فعليا تدخل ابنها بتعليم الحساب الذهني، ليش لازم يتعلم اليوم تعليم الحساب الذهني، وبأي سن فيها تبلش مع الطفل؟ هلأ الحساب الذهني ما فينا ننظر له كعلم متفرد. الحساب الذهني هو عبارة عن علم حديث ظهر في العلم في العصر الحديث. صحيح. ولكن يمكن أن ندمجه بأي علم آخر يمكن أن يتعلمه الطفل، مثل الذاكرة الذهبية، يمكن مثل جداول الضرب والقسمة. فالأم عليها أن تعي تماماً ما هي القيمة الحقيقية من الحساب الذهني. عند قيام الطفل بالعمليات الحسابية نحن لا ما بنعتمد بس على الاستراتيجيات، ممكن أنا وصل أنا أوصل أنا والطفل لمرحلة من صناعة الألعاب. ألعاب عقلية، ألعاب جسدية، ألعاب رياضية بربطها مع الحساب الذهني، فأنا بالتالي خلقت جو من الحماس، خلقت روح الجماعة عند الطفل، روح الفريق، وبالتالي أنا عم نمي له شخصيته. يعني أنا عم أصقل شخصية الطفل، مو بس القدرات العقلية اللي سبق وذكرناها. صحيح. والمهارات العقلية، أنا عم أصقل شخصية الطفل، قضينا على الخجل، صار الطفل عنده روح الفريق وروح التنافس، وبالتالي هذا كله رح ينعكس على شخصيته بمدرسته،
ممكن طفل يتعرض للتنمر عندما يجدوه أصدقائه أنه هو قادر يحل عمليات حسابية، كسب ثقتهم، فصار هو عنده نوع من أنواع الثقة أنه هو قادر يصنع أي شيء أمام زملائه، وبالتالي إثبات ذاته. فالأم عندما تصل بطفلة إلى هذا المستوى، هذا ينعكس على جميع المهارات التي يقوم بها الطفل، إن كانت بالمدرسة أو بالحياة، إن كانت حفظ بمواد الحفظية، المواد الرياضية، المواد العلمية التي عم بياخدها بالمدرسة، وحصلنا على مستوى تحصيلي ممتاز. أكيد. استاذة رشا، قلنا ببداية حديثنا انه مو شرط السن يكون عائق، يعني بنقدر نعلم الاطفال او اليافعين باي وقت، انه الافضل حضرتك من خلال تجربتك وتعاملك مع شريحة كبيرة من المتدربين، انه السن الافضل، وهل في سن معين انا ما بقدر مثلا اقول لا هذا ما فينا نعلمه حساب ذهني، او لا مو موجود هالشيء؟ هلأ هي الشغلة ممكن نحن ناخدها بمنظورين. أول منظور أنه كل ما كان الطفل أصغر فمخه عبارة أكتر عن صفحة بيضة، فهو رح يتقبل أكتر، كل ما عطيتي معلومات، كل ما اشتغلتي معه، أنت عم بتنمي عنده قدرات، يعني بمرحلة الطفولة أنت بتوجهيها مثل ما بدك، عم تسقليها مثل ما بدك. فالأفضل أن يكون بأعمار صغيرة، ولكن عندما يكون مثلا نتعامل مع فئات عمرية لليافعين، الطفل يعي تماماً ما هو رياضيات، يعي تماماً ما هي الأحرف، لأن العمر الصغير نحن منعاني، ممكن أنا بدي أعلم الطفل بلغة اللغة الإنجليزية، ممكن ما عنده القدرة أنه حافظ الأحرف أو الأعداد صحيح. باللغة الإنجليزية، فأنا رح أتعب معه شوي لحتى يحفظ ويتمكن بالأرقام، بعدين تابع معه تعليم الحساب الذهني. أما الأعمار الأكبر اليافعين فهنن متمكنين من اللغة الإنجليزية، فهذا الشيء بيساعدني أني أعطي أكثر، بيكون عندهم الإدراك والفهم أوسع وأريح. بس في شغلة مهمة نحن لازم ننتبه لها، أنه نحن توجهنا مؤخراً إلى الكبار، مو كمدربين، كأمهات. أنه أنا بدأت مع أمهات أطفال أنه نتعلم الحساب الذهني مع أصدقائي وزميلاتي، لأن الحساب الذهني يعتبر كوسيلة علاجية للزهايمر والنسيان في الزمن الذي نعيشه، ضغوط الحياة، أنه أنا كيف بدي نظم حياتي، كيف بدي نظم أولوياتي، فالحساب الذهني بيساعد الأمهات والفئة العمرية الكبيرة أنه نحن نحارب شيء اسمه زهايمر إذا كان في حالات مرضية، على التركيز أيضاً يمكن، والتركيز أكثر وتنظيم حياتنا أكثر. طيب ذكرتي نقاط كثير مهمة خلال حديثك، قديش فعلياً الحساب الذهني بيأثر بشخصية الطفل فعلياً، وتعامله يمكن واكتسابه وثقة بنفسه، قديش فعلياً الحساب الذهني بيطور كثير من المهارات عند الطفل وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة بالحياة. يعني ذكرتي عدة أمثلة جداً جميلة، ففعلياً قديش بتأثر على شخصيته، لأنه نحن بنعرف يعني محيط ومجتمع وظروف قاسية نوعاً ما وصعبة، فنوعاً ما يمكن بيصير التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة أسلس أو أسهل بالنسبة له. هلا نحن بالآونة الأخيرة والظروف الأخيرة اللي عاشها البلد، الطفل صار معرض لكثير مواقف ممكن تفقده السيطرة على نفسه، ممكن تشعره بالتوتر الهلع، فأنا من خلال الحساب الذهني وأنت بدك تدخلي بعلاقة ودية مع الطفل، يعني علاقة تشاركية طبعاً. علاقة حميمية بين المعلم أو كعلاقة الأم بطفلة مع أطفالي أو مع الأطفال المتدربين، فأنا بدي أوصل بهذا الطفل أو المتدرب إلى مرحلة أي مشكلة بتواجهه نسيطر على ذاتنا، نمتص المشكلة، نفكر بمنطقية أكثر. مثلا مثالي، نطرح مثال، طفل ماشي مع أمه بالسوق وممكن أضع أمه أو غاب نظره عن الأم، ما في داعي أشعر بالهلع، ما في داعي للتوتر، أحاول أتذكر، لأن أنا نميت قدراته الذهنية، بدي أحاول أتذكر المحلات اللي ممكن أنا وماما مرقنا عليها، الأشخاص اللي شفتهم ماشي، فأنا بحاول بهدوء أتذكر المحلات، الاتجاه اللي اتجهت فيه ماما كمثال، وأنا بحل مشكلتي، ممكن بأصعب الحالات أطلب من أي شخص مساعدة الاتصال برقم الماما أو أي حدا من الأهل، فأنا هون عالجت مشكلة من خلال تطوير المهارات، أضيفي عليها مهارات مشاكل كتير كمان. صحيح. قبل ما نختم حديثنا، بعض النصائح اللي تحبي توجهيها اليوم لكل اللي عندهم أطفال بعمر ممكن يبلشوا فيه بالحساب الذهني، ولكل المتدربين، يعني في ناس مثلا بيكون داخل الموضوع بتوصل لمرحلة معينة بتترك وما عاد بترجع بتكمل، كمان خلينا نوجه لهم نصيحة عن أهمية الاستمرار بالمستويات كلها من الحساب الذهني. أنا بحب وجه ملاحظتي للأم، الأم مثل ما هي حريصة أنه تعطي ابنها غذاء صحي، كمان لازم تكون حريصة أنه تغذي دماغه بعمليات حسابية. أنا بهذا الوقت وقت بعطي ابني موبايل
وممكن أكون مشغولة كذا مدة نص ساعة ساعة ورح تزيد أكثر وأكثر وأكثر. أنا عم أقتل خلايا دماغية عند الطفل، عم أصنع من ابني طفل خمول، طفل متكل كسول. فليش لا، العمليات الحسابية تحارب هذه الآثار السلبية. خليني أبدأ فيها، خليني أتشارك مع ابني أي نشاط عقلي ممكن يقوم فيه. أنا عم أخلق له خلايا دماغية جديدة، أنا عم طور من قدرات ابني الإبداعية العقلية الفكرية، وبالتالي رح تلاقي التحصيل الدراسي اللي أكتريتنا يعني هذا اللي بيهمنا. صحيح. التحصيل الدراسي لابني يكون ممتاز. فأنا بطلب من الأم يعني أولاً أنه لا تتجه لأي نشاط عقلي رياضي ممكن تشغل ابنها فيه، تبعد عن الموبايل وتأثيراته السلبية، وبنفس الوقت تشاركه. مو غلط، أنا كتير توجهت للأهالي أنه ممكن أنتوا تحضروا جلسة وجلستين، لأنه يمكن ما بيعرفوا شو يعني حساب ذهني. ممكن أعطي الولد واجب ما ينحلش لأنه الأهل ما بيعرفوا، لا تعالي شاركي معي، حضري أول جلسة جلستين ثلاثة لحتى يصير عندك صورة واضحة شو هو الحساب الذهني، وبالتالي بتتابع مع ابنا مسير التعليم وبالحساب الذهني وتكمل. لأنه نحن أي مهارة ممكن نوقف عندها ونتركها فهي قابلة للنسيان والأهمال. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك الأستاذة رشا برهوم مدربة حساب ذهني على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. كل الشكر لكم. شكرا لك لوجودك معنا. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت لكن مع حلقة خاصة لأهم محطات رحلتنا الصباحية خلال هالأسبوع. مثل ما بلشنا رحلتنا الصباحية نتمنى هنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير لكل الناس، وأكيد نتمنى التوفيق لكل طلابنا بالشهادتين الثانوية والإعدادية. أكيد نور، بدي ضم صوتي لصوتك وأتمنى لهم التوفيق لطلابنا سواء كانوا بالتاسع أو بالبكالوريا. وأكيد كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة دائما. أي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا لا تبخلوا علينا باقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو على صفحة الإخبارية. وأكيد نتمنى لكم بقية نهار كلياته صحة وخير، وضلوا بخير. باي باي, باي, باي.